تحية طيبة للجميع، أهلا بكم في موجز لأبرز الأخبار المغاربية. كشفت تقارير صحفية مغربية أن مدرب منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي قام بإدراج اسم نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز ضمن القائمة الموسعة للمنتخب، وذلك تحسبا لمعسكر مارس القادم الذي يضم 39 لاعبا كإجراء إداري وشكلي. وفي خبر آخر، قرر وليد الركراكي تعيين المدرب المغربي عبد الله أبو حزمة مساعدا أول له خلفا للمقال غريب أمزيل ضمن إطار التغييرات التي ينوي الركراكي القيام بها بعد تقييم مرحلة الإقصاء من كأس أمم أفريقيا 2023. كشفت تقارير إعلامية قطرية أن نادي الدحيل يفكر في استعادة المدرب جمال بلماضي لقيادة جهازه الفني بدلا من مدربه الحالي كريستوف غالتييه. ذكرت تقارير صحفية مصرية أن إدارة نادي الأهلي المصري أبلغت نظيرتها في نادي سيراميكا كليوباترا بقرارها بعدم تجديد إعارة الجزائري أحمد قندوسي بعد نهاية الموسم الحالي، وقررت استرجاع لاعبها الجزائري. أكدت صحيفة استاديو ديبورتيفو أن المدير الرياضي لنادي إشبيليا فيكتور أورتا تحت ضغوط كبيرة أمام الإدارة وجماهير النادي باعتبار أنه كان أحد أبرز مؤيدي قدوم الدولي التونسي حنبع المجبري إلى النادي الأندلسي. رد نادي الترجي الرياضي التونسي بطريقة غير مباشرة على بيان غريمه النجم الساحلي الذي طلب من إدارة نادي باب سويقة الاعتذار عن اللافتة التي رفعتها جماهيره خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهما في إطار الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس. واكتفى الفريق العاصمي بالكتابة على صفحته الرسمية في فيسبوك بأن الفريق مركز على الأهم والترجي يباشر التحضيرات لمباراة السبت. علم موقع وين وين من مصدر خاص أن عددا كبيرا من أندية الدورية الليبية الممتاز ترفض إيقاف مباريات المسابقة لمدة أسبوعين، خاصة في ظل عدم وجود أي التزام رسمي لفرسان المتوسط في مارس المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.